السلام عليكم عزيزي المشاهد، أرجو أن يكون الجميع بخير وصحة وعافية. أرسل لكم سلامي وأدعو الله لكم بالتوفيق والعمر المديد. أعزائي المشاهدين، أحببت أن أعرض لكم هذه الحلقة لكي تعلموا إلى أين وصلنا في هذا البرنامج الذي نقدمه. بفضل من الله أصبح لدي من المشاهدين تجاوز العدد إلى 100,000، والمشتركين ألا وهو كما ترون 1370. وقبل أيام، أقل من أسبوعين، قلت لكم بأني حصلت على مشاركة من 1000 مشاهد، وخلال أسبوعين تقريبا أصبح العدد 1370 مشارك، فهذا فضل من الله والعدد بتصاعد مستمر. والحلقات التي قدمتها ما هي إلا حلقات بسيطة، العلم مالتها بسيط، لا أحاول أن أشرحها بطريقة مبسطة لكي يستوعبها الجميع، لكن أحببت في هذه الحلقة أن أعرض لكم ما أنتم قدمتموه لي، أجمل شيء قدمتموه لي ألا وهي، سبق وقلتها، الأدعية التي استلمتها، فجعل الله لي إن شاء الله ذخرا يوم القيامة. فهذا الشيء مو قليل جدا، يعني هذا الشيء كلش كبير لي. الشيء الثاني أحببت أن أشارككم به أن هذه القناة على بساطتها وعلى معلوماتها التي أقدمها بأبسط طريقة ممكنة قد وصلت إلى أكثر من 30 دولة حول أنحاء العالم. تعالوا معي لنرى هذه الدول التي تنظر إلى هذه القناة البسيطة التي إن شاء الله سوف تكون قناة مفيدة إلى الجميع. كما تشاهدون عزيزي المشاهد، وصل عدد المشاهدات إلى 1,100 و200 مشاهدة إلى حد هذه اللحظة. فأحببت أن أشارككم هذا الشيء الذي هو خاص بي، الذي بفضل الله ثم المشاهدين الذي انتشر حول العالم بهذه الطريقة. أنتم الآن داخل صفحة التي تعود إلي شخصيا، وهنا في موقع الجغرافيا. تعالوا معي عزيزي المشاهد لنرى هذه الدول. كما تشاهدون عزيزي المشاهد أن العراق دولتي الحبيبة وبلدي الرائع، الله يحفظه، عدد المشاهدات فيه 29,745 مشاهدة. ليس بالضرورة أذكر الأرقام، لكنه تعالوا لننظر معا إلى هذه الدول التي تشاهد الحلقات التي أقدمها. العراق، المغرب، السعودية، مصر، تركيا، الجزائر، لبنان، الدنمارك، سوريا، الكويت، الأردن، ألمانيا، أمريكا، فرنسا، الإمارات، إسبانيا، السويد، تونس، يمن، فلسطين، سلطنة عمان، إيطاليا، إسرائيل، أستراليا،
الهند، هولندا، بحرين، كندا، قطر، وبلغاريا، والنرويج، وأندونيسيا، وفي القائمة الأخيرة التي لا أستطيع أن أعرضها لأنها لا تظهر تحت الشاشة إلا وهي فنلندا. فهذا بفضل الله على هذا العرض الذي أقوم به انتشرت هذه الفيديوهات في هذه دول العالم، وعدد المشتركين ما يعادل 10 مشتركين يوميا، والارتفاعات من هذه الإحصائية ما شاء الله ترتفع كل يوم. أما من الذين يشاهدون 16.5% من النساء بالمية الذين يشاهدون القناة، و 83.6% من الرجال. أما الأعمار التي تشاهد القنوات فلله الحمد ولله الفضل، الأعمار أقل أعمار الذين يشاهدون القناة ألا وهي من 13 إلى 17 هي 0.1%، ولكنها في نظري أنا أيضا مهمة. لكن انظروا إلى الفئات من 18 إلى حد 65 فما فوق، يعني جميع الفئات العمرية في مشاهدة مستمرة، الحمد لله. مثل ما ذكرت عزيزي المشاهد أن يوم 25/5 سوف يكون لي سنة كاملة على أول فيلم عرضته، وأول فيلم عرضته كان ذكرى إلى والدي التي كانت حلقة مميزة بالنسبة لي لأنها تعبر عن إحساسي واشتياقي إلى والدي الذي توفى ولم أراه لمدة 23 عاما. فبدأت اليوتيوب بهذه الحلقة يوم 25/5، والآن ولله الحمد كما ترى عزيز المشاهد هذا هو تعب سنة إلا 6 أيام. فأحببت أن تشاركوني هذا الشيء الذي أنتم كنت جزء من هذه المشاركة، كما تستطيعون أن تشاهدوا هنا مثلا هذه حلقة الكهرب خلال 60 دقيقة التي مضت هناك 26 مشاهدة، وخلال 48 ساعة هناك 1105 مشاهدة، والعدد بارتفاع لما تحويه هذه الحلقة من أمور علمية. أنا أحاول أن جميع الحلقات التي أقدمها أن تكون علمية، تاريخية، أثرية، سياحية علمية، بحيث تكون الحلقة ترفيهية علمية لكي تساعد أو حتى المشاهد عندما يراها يستفاد منها، وليس تكون مضيعة للوقت بالنسبة له ولي. وكما تشاهدون عزيزي المشاهد هذا هو الجدول الذي هنا المتعلق باليوتيوب وعملية ارتفاع المشاهدات. أنتم جزء، كل شخص رأى أو شاهد الحلقات أنتم جزء من هذه الأرقام التي هنا، أنتم جزء من هذه الأرقام. فهناك حلقات قادمة إن شاء الله
كما ذكرت سابقا منها تاريخية وأثرية، لأني أنا شخصيا أحب الآثار والتاريخ. وأيضا هناك أشياء علمية تاريخية، أي علوم من الماضي وعلوم من الحاضر وعملية الارتباط ما بينها. لكن ضيق الوقت وقصر يجعلني أن أقدم الشيء بأبسط طريقة ممكنة لكي يستوعبها المشاهد. أما كمية المشاهدات فأعلى نسبة مشاهدة، ألا وهي كيف تعرف الكهرباء الأصلي من التقليدي الجزء الثاني، وصلت نسبة المشاهدات إلى 59,927. والبحث عن الكنز المفقود 10,193. وكيف تعرف الكهرباء الأصلي من التقليدي الجزء الثالث 5,388 إلى آخره. أنا أحمد الله وأشكره على هذه النعمة. بعد مرور من هذا التاريخ، ألا وهو 19/5/2021، بعد 6 أيام من هذا التاريخ سوف يكون لي بالضبط تحديدا سنة كاملة على عرض أول فيلم لي، ألا وهو السنة التي مضت في شهر الخامس 25/5 تم عرض أول فيلم. فبعد 6 أيام من هذا التاريخ سوف يكون لي سنة، ولله الحمد أنه أصبح لي عدد المشاهدين بهذا القدر. وأنا أشكر كل واحد علق على الفيديوهات، وكل واحد سألني، وكل واحد أعطى رأيه. أنا أشكركم، وكل واحد أعطى ملاحظة. ممكن هناك تقصير في التقديم، ممكن هناك صراحة على هذه القناة أعمل لوحدي، فاعذروني إذا صار شيء من التقصير. وأنا أحاول أيضا على ترجمة الأفلام التي قدمتها، فهذا أيضا يتطلب وقت ومجهود شخصي. وأنا أعتذر من بعض المشاهدين الذين يطلبون رقم التليفون لسبب بسيط، ألا وهو عدد المشاهدات كثيرة، والذين يطلبون التليفون عددهم ليس بالقليل. لهذا إذا هناك أي سؤال أهلا وسهلا بكم أن تطرحوه، وإن شاء الله إذا كان عندي إجابة أو إذا كان عندي معرفة سوف أساعدكم به. سبق وكتبت الإيميل مالتي في أكثر من حلقة، ممكن أن ترجعون إليها. وهناك أيضا حلقات قادمة إن شاء الله، أرجو أنكم تستفادون منها لمن يهمه الأمر. كلما الإنسان توسع في علومه كلما استفاد أكثر وأكثر. فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، وهناك حلقات آتية إن شاء الله سوف تستفادون منها. أختم هذه الحلقة وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني بحلقة قادمة إن شاء الله.